بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله تعلن انطلاقة الشوط الأول للإخوان السودانيين. الشوط الأول للأبكار، نتمنى التوفيق لجميع المشاركين والمنطلقين بهذا الشوط. نسير بكم إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، نسيم محمد عطل مولى السوداني، بينما ننتقل إلى المركز الثاني. وصلت بهذه اللحظات اللي قادمه في المركز الثاني بهذه اللحظات. بنشوف رقم، هذه بنحاول بنأخر شوي بنشوف الرقم، هذه اللي وصلت وتقدمت رقم 11، هذه بشاير علي عمر، عمر علي أبو زيد أو أبو خنجر، هذا عمر علي أبو خنجر. بينما المركز الثالث وصلت كيف سعد الصديق درويش السوداني قادم مع كيف يا كيف. المركز الرابع، رابع التحديات، وهقه بشعار احمد بن عمر بن جريو، بن جريو هذا احمد بن احمد عمر جريو على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت ضجه محمد عمر بشير النور، ولكن نعود الى الصداره. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله 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 يا بشاير، عصاها في الابطان، بشاير الخير، بشاير الناموس. عمر علي ابو خنجر، من يقدم لنا بشاير؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله على هذه النهاية، نهاية بشاير تبشر بالخير، وبشرت بالناموس، وبشرت بالعرض، وبشرت بالنهاية المميزة ما شاء الله تبارك الرحمن. مشكور يا ابو زيد، مشكور يا ابو خنجر، عمر علي ابو خنجر السوداني من قدم لنا بشاير بهذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني نسيم محمد عطل مولى، المركز الثالث كيف سعد الصديق درويش، والتوقيت الزمني 2:22 ثانية. سجلت بشاير عمر علي أبو خنجر السوداني، تهانينا والناموس.